خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم السلام عليكم يا أصدقاء، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالأملاح المعدنية. الأملاح المعدنية مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن الكالسيوم. إنه ضروري لصحة العظام والأسنان وتخثر الدم ولعمل القلب والأعصاب. في المتجر الكبير نجد الكالسيوم في الحليب، البيض، السبانخ، البقدونس، البروكلي، السلمون المعلب، والسرديني مع عظامه. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاماً غنياً بالكالسيوم. انظروا، الكالسيوم موجود في الحليب، البيض، السبانخ، البقدونس، البروكلي، السلمون المعلب، والسرديني مع عظامه. الكالسيوم ضروري لصحة العظام والأسنان. الكالسيوم يساعد على تخثر الدم. الكالسيوم ضروري لعمل القلب والأعصاب. بمساعدة الأملاح المعدنية ننمو بصحة جيدة ونبني أجسام قوية. اسمعوا نصيحتي. إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمعوا مني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام، أنمو بانتظام، غذائي السليم نصيحتي نصيحة حلا.